الكتاب المقدس بيقول في فيلبي إصحاح 4 والآية 4: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. هذا طبعا مش بس وصية وأمر من رسول بولس، يعني الرب يسوع قال اطلبوا لكي يكون فرحكم كامل. وإحنا سمعنا من أخونا زياد اقتبس الآية: لا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم. الناس مجتمعة وبتبكي على خطاياها، والمطر نازل شديد وبكاء شديد، وعم بصحح المفاهيم يقول لا تحزنوا، فرح الرب هو قوتكم. نشوف من خلال الفرح انه في شفاء للنفسية. وفعلا بسفر الأمثال بيتكلم عن الوجه الفرحان، يجعل الوجه طلقا وبيكون شفاء للأمراض الجسدية والنفسية والروحية أيضا بعمل طبعا يسوع المسيح والرسول. وهي الكلمات اللي قيلت يعني في أيام صعبة من بعد ما رجعوا من السبي وابتدأوا يقرأوا في شريعة الرب، اكتشفوا كم كانت خطيتهم عظيمة، فكان في حزن، فعم بشجعهم لا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم. فالفرح يعطي شفاء والفرح يعطي قوة أيضا. ثم في مناسبة تانية في النبي حبقوق قال عبارة في سورة قاتمة جدا، في مكتوب في حبقوق صحاح 3 آية 17: فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، يكذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقر في المذاود. في أكثر من صورة قاتمة سوداء سلبية، أكثر من هيك وصف. اسمع ما يقول النبي حبقوق في آية 18: فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي، الرب السيد قوتي، ويجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. حبقوق بشوف طبعا بعينه الروحية برؤية انه في العدو جاي على يهوذا، الكلدانيين او البابليين جايين يخربوا المدينة ويدمروا المدينة. فكان بيتساءل يعني طب انت يا رب كيف بتسمح لأمة شريرة، احنا جماعة الشعب يعني احنا شعبنا شرير، لكن كيف بتسمح لأمة أشر من أمتنا أن تأتي وتعمل ما لا يعمل، الخراب الكامل. وفعلا جاء نبوخذنصر في سنة 586 قبل الميلاد، دمر أورشليم تدميرا كاملا شاملا، دمر الهيكل وأخذ طبعا إلى السبي. فهو شايفها برؤية، فكأنه بقول طب شو هالوضع، كيف بتسمح، مش مدرك حبقوق، مش قادر يستوعب، لكن أدرك إنه الله صالح، الله قادر، الله موجود، الله حي، أكيد يخرج من الآكل أكلا ومن الجاف حلاوة، الله يشرق من ظلمة نور من ظلمة، والله قادر يعني عنده حتى في الموت مخارج. الله لا تأخذ يعني أي غفلة، الله صاحي عارف يعني شايف كل الظروف، فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما. فشايف هاي الصورة، فعم يتكلم مع أنه لا يزهر التين، يكذب عمل الزيتونة إلى آخره، لكن في قرار، في اختيار واختبار في نفس الوقت. فالفرح هو اختبار، إحنا لما بيكون نمتلئ من الفرح لما بنختبر يسوع في حياتنا، لكن الفرح أيضا قرار واختيار. أنا بصمم إنه ما أكونش سلبي، أنا بصمم مش هعيش بحزني ولا في ماضي ولا في ألامي ولا في ظروف الصعبة، ولا حتى لو كل الصورة سودة، حتى لو كل شيء حوالي عم بيوحي مرض وباء، عدم الشغل، ظروف صعبة، ظروف الأسرة صعب، الحياة صعبة، أفرح بالرب، أبتهج بإله خلاصي. وهذا ما غناه النبي إشعياء: فرحا أفرح بالرب، تبتهج روحي بالله مخلصي،
فهذا الفرح هو اختبار وهو قرار. أنا بصمم إنه أكون فرحان، عشان هيك الفرح بيختلف عن البسط أو السعادة. السعادة إذا أمور متوفرة أنا ممكن أكون سعيد، لكن الفرح بغض النظر، بغض النظر تحت الأعداء، في السبي، في الظروف الصعبة، في الظروف السوداء، في أي وضع أنا فرحان في الرب، لأنه فرحي مش من ظروف العالم، فرحي هو اختبار من الرب. الرسول بولس طبعا بيتكلم عن الفرح عدة مرات في رسالته إلى فيليبي، وبيكتب عن الفرح من السجن، مسجون في سجن روميا، وعم بشجع كنيسة فيليبي: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. فإذا سواء الأعداء جايين لمحاربة كنيسة الرب، سواء أنه منشعر حزن على خطايانا ورجوع إلى الرب بنفرح، سواء موجودين في الحرية أو في العبودية في تحت أي ظرف، أنا بصمم أنه أكون فرحان اليوم، لأن الفرح بيعطيني قوة، الفرح بيعطيني شفاء، الفرح بيشفي نفسيتي، الفرح بيعطيني أكون منطلق، والفرح بخليني أعيش حياة النصر، حياة الانتصار. والفرح مش بس اختبار، ثمر الروح هو محبة، فرح، سلام. فثمر الروح الفرح هو دليل انه انا مليان بروح الرب، روح الرب ساكن فيي، وانا فرحان في الرب. وانا عاوز اوجه رسالة لكل من يشاهدنا، يمكن عم بتمر في حزن لفقدان شخص عزيز، يمكن عم بتمر في ظروف قاهرة جدا، ظروف صعبة، حاسس انه كاهلك وظهرك رح ينكسر. شو رايك اليوم تصمم تقول انا ما انا، انا عاوز افرح بالرب وعاوز اختبر هذا الفرح.